السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح نتكلم عن سوق الفوتيان. سوق الفوتيان من أكبر الأسواق الموجودة بالصين، وهو السوق الوحيد للبيع بالجملة في مدينة إيو، وعدد محلاته ما يقارب 50,000 محل، وعدد المباني 5 مباني، وكل مبنى 3 أدوار. فهذا المبنى الأول تأسس عام 2002، وامتدت البنيات إلى ما انتهت عام 2008. وبإذن الله نبي ندخل على السوق بعد شوي ونصور أكبر عدد نقدر عليه من المحلات. وهذا واحد من المصانع اللي بيع المنتجات النسائية وربطات الشعر، ونفس هذه كاملة تجي 5 درازن، وكل درزن فيها 10 ربطات من الجهتين. هذا كامل سعره 5 يوان، تقريبا بريالين و80 إلى ريالين و70 هللة. فيه مختلف الأعمار، مختلف الأشكال، بس السعر يختلف. طبعا السعر اللي تقول عنه 5 يوان، هذا إذا بغيت تاخذ 10,000 ربطة. ودخلت المحل هذا وسألت عن الأسعار، هذا من الجودة العادية، وأسعار المتر على 19-18 ريال، وهذا 21-23 ريال، وهذا أجود شيء عندها ب 25 ريال. تقدر تختار اللون، وتقدر تختار السماكة، نفس هذا فاتح ولا غامق، وأيضا تقدر تحط لكم زي المخططات هذه حقت الملعب. وفيه بعد الشكل الثاني اللي هو هذا، يحط لك الفاتح والغامق بنفس الفرشة، والبيع باللفة، واللفة الواحدة 50 متر، في نفس الأشكال هذه إذا بغيت تحط الألوان هذه، نفس هذه على أطراف الملعب الأحمر، وتقدر تحط أشكال كثيرة. وأيضا تقدر بعد تحط فراغات النجيلة نفسها، تبي حصى ولا الربل ولا البلاستيك. وفي هذه أشكال ثانية اللي هو الطويلة نفس كذا، وفيه اللي تصلح داخل البيوت، أشكال كثيرة. طبعا السعر تقريبي مو بأكيد، إذا جيت تقدر تضغط عليهم ينزلون بالسعر. وهنا أكثر من 2500 محل متخصص بالألعاب، بجميع أنواع الألعاب وبمختلف الأشكال والألوان. صعب أني أصور كل المحلات وش اللي تبيعه وش السعر والنوع، لكن بحاول أني أصور من كل قسم محل أو محلين للفائدة. وشفت المحل هذا يوفر أغلب الألعاب الأطفال وحبيت أصوره. عنده هذولي من 6 إلى 9 ريال بمختلف الحجم، وهذولي على 4، وهذا على 12، وفي هذولي على 12 و13، وفي هاللعبة هذه القطار على 6.5. وجيت للمحل هذا فيه اللعبة السحرية والرمل السحري اللي هو هذا، وتقدر تختار منها الألوان هذه كلها. طبعا الكيلو ب6 ريال، يجي بالعلبة هذه كامل أغراضها اللي معها الأشكال والرسمات هذه. وعندها أيضا الألعاب هذه من الريال ومن نص ريال بمختلف أشكالها وألوانها. جبتني اللعبة هذه اللي هي نزلت حق الأطفال، تبدأ أسعارها من 5 ريال إلى 15 ريال على حسب الحجم ونوع اللعبة. وجيت للمحل هذا بقسم الأواني المنزلية، لقيت عندنا المباخر بمختلف أشكالها، في بعضها كهرب، وفي بعضها على الفحم، وفي بعضها فخار، وبعضها بلاستيك، وبعضها حديد. وفي عندها طاولات التقديم اللي بكفرات تجي أدوار، وفي هذول حقات التمر. طبعا إذا بغيت تيجي وتشتري تأكد من التصاميم والألوان، فيها الفضي وفيه الذهبي، في من الأشكال هذه. طبعا يوم سألت عن السعر ما أعطوني أي سعر إلا عن تسجيل الطلبية. في هذول الأكواب، وهالمصنع هذا يجهز لك الفنادق ولا
والمحلات. وطبعا بعد عنده تجهيز المطاعم نفس الأشياء هذه، وهذه مقطوعة من السوق تحصلها عندهم. هذول كويات الملابس اللي على الفحم، وهذه الفرامات، وفي فرامات يدوية، وهذه حقة القهوة الإيطالية. طبعا هذه متوفرة بمحلات كشتة. المصنع هذا عنده تجهيز الفنادق وعنده تجهيز المطاعم بعد، زي الأشكال هذه. فيها أشكال كثيرة وفي تصاميم كثيرة. يقول إذا بغيتها يودون المصنع نفسه ويطلعون الأشكال الثانية. فيه المصنع هذا اللي هو حق الأقفال والكوالين، طبعا البيع يبيع لك القطع هذه لحالها، والمسكات حقات الأبواب تنباع لحالها. فيه التصاميم هذه، تصاميم كثيرة جدا. والأسعار، الزوج هذا من 15 ريال، وفيه شيء أعلى وفيه شيء أقل بالجودة، والسعر بعد يختلف. وهذولي من 15 ريال وعشرة وخمسة وعشرين، وفي تصاميم ثانية اللي هي هذه، وفي هذولي زي الشكل هذا أو الشكل هذا. وفيه مثل هذولي، طبعا الأسعار تختلف، شيء بخمسة وعشرة وخمسة وعشرين، وفيه نفس هذولي. وهذا مصنع لمواد سباكة كاملة. سألت عن الأسعار هذه، فيه من سعر 10 ريال إلى 250 ريال على حسب الجودة. فيه بالأشكال هذه أشكال كثيرة جدا، زي هذول حقات المطابخ، هذه 150 ريال وأغلى نوع، وأرخص نوع على 45 ريال. وفي هذولي تبدأ من 500 ريال تقريبا، وهذولي من 500 ريال إلى 1500 ريال، تجي كاملة مع المراية نفسها. وفي هذولي حقات دورات المياه تكرمون، هذولي على 150 إلى 200 ريال على حسب الشكل والتصميم. وفي هذولي على 125 ريال. وجيت المصنع هذا اللي هو تجهيز المطابخ والمطاعم، عنده هذولي، هذه ب200 ريال، وهذه ب88 ريال، وهذه ب107 ريال. طبعا تختلف على حسب النقشة وعلى حسب العدد والأشكال. وعنده تجهيز كامل للصحون والقدور، وفي عندها أيضا الأباريق بأحجام أكبر من كذا، يقول مين متوفرة الآن. فيها الصحون تجي نقشات عنده، طبعا هذا عنده قسم البوفيهات وعنده قسم الطاولات كاملة. في هذول حقات الرز، وجيت المصنع هذا عند الأبواب حديد وخشب، وشفت الأشكال كاملة نفس الشكل هذا ب350. طبعا الباب يجي كامل مع أغراضه. وفي هذا حق الخزانات أو أبواب الشارع، هذا ب1500 ريال مع القفل، يجي أرقام وبصمة ومفتاح. وفيه النوعية هذه ب350 ريال. وسألت عن أرخص باب لفرق السعر، هذا الباب يجي كامل ب200 ريال. وفيه أيضا أبواب وأشكال ثانية، طبعا يختلف على حسب العرض وعلى حسب تبيه كذا ولا مع المفتاح. في نفس الأبواب هذا ب550 يجي مع التصميم كامل هذا،
وفي زي الابواب هذه حقات المطابخ ب 720، يختلف هذا الغالي لانه قزاز، وطبعا الجوده. المجسم هذا كامل يتكلم عن سوق الفوتيان الاول او رقم واحد. طبعا 3 أدوار هذا، فيه اكثر من 15,000 محل، وهنا المباني للسكن، وهذا مواقف السيارات.